بسم الله. الـ USACE بنمج نبدأ نشوف طريقة التسمية. ممكن يكون عندي موديل مكون من أكتر من مبنى، هنبدأ نشوف هنسميه إزاي، وممكن وكل مبنى منهم بروجكت موديل، ممكن يكون مكون من أكتر من ديسيبلين، معماري وإنشائي وكهروميكانيكال، كل واحد فيهم معمول في موديل لوحده ومتجمعين. ممكن يكون موديل فيهم لأن حجمه كبير متأثر من أكتر من جزء، مثلا جزء للهيكل الخارجي، جزء للإنتريور وهكذا. وفي طبعا بنصدر الشغل ده للكاد، وممكن نصدره الأول للملفات دور أول دور تاني تالت وهكذا. فهنبدأ نشوف مع بعض طريقة تسمية البروجكت ماستر موديل. هنبدأ أول جزء هيبقى البروجكت، بحيث أول ما تشوف الاسم تعرف ده تبع أنهي بروجكت. تايب أوف بوم فايل، بعد كده اليوزر ديفينيشن، تقدر تكتب اي حاجة نتفق عليها، ممكن تاريخ، ممكن رقم مسلسل او حاجة زي كده، او ممكن بعد كده الامتداد، ممكن دي جي ان او ممكن ار في تي وهكذا. هو البروجكت التايب اوف بيم فايل، وبعد كده اليوزر ديفينيشن ممكن تكتبه او تكتبوش، وبعد كده الاكستنشن اللي هو الدي جي ان اللي هو خاص بالمايكرو ستيشن. وده بعد كده البروجكت ماستر موديل. هنبدأ ندخل في البروجكت موديل، هنسمي البروجكت وبعد كده سب بروجكت، دي هتبقى مضافة، لأن يعني الأول كان هو مجمع المشروع كله، هنا بقى عندي أجزاء فهضيف السب بروجكت بالشكل دوت. وبعد كده الديسيبلين ماستر موديل، هيبقى عندي البروجكت الاسم بتاعه والسب بروجكت اللي احنا ضفناه المرة اللي فاتت، وبعد كده تايب اوف بين فايل، وبعد كده الديسيبلين حسب اركتكشر او ستراكشر او ميكانيكال وهكذا. وبعد كده الديزاين موديل، هيبقى عندي البروجكت والسب بروجكت تايب اوف بين فايل والديسيبلين، وبعد كده البين موديل كود حسب الجزء اللي احنا هنشتغل عليه، ممكن مثلا ده الجزء ده بتاع الفار بروتكشن، ده الجزء ده بتاع اللايت، وبعد كده الفلور، وبعد كده اليوزر ديفينيشن والاكستنشن. وده مثال للتسميات. هنا بنفترض ان في مشروع كبير، فاحنا محتاجين ان احنا نسميه، هنا هنزود خانة للزوم، وبعد كده الاكستراكشن اللي هو هنصدر بقى دور دور، تمام. فنقدر بروجكت سب بروجكت تايب اوف بين بروجكت سيبليت موديل فايل تايب اليوزر ديفينيشن. ممكن بقى هنا بقى نضيف فيرست فلور، دور اول دور تاني دور تالت الجراوند وهكذا. ده الموديل فايل، وبعد كده الشيت فايل نقدر برضو بروجكت سب بروجكت سيبليت الشيت تايب، هنسمي مثلا الزيرو ده يبقى جنرال، الوان يبقى بلان. اول ما تشوف رقم واحد ده خلاص عينك هتعود ان انت تفهم ان ده البلان، لو انت بتدور على سكاشن يبقى تدور على الحاجات اللي هي رقم ثلاثة وتفتحها.